اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع الاستراتيجيك بلان او التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي بيتكون من حاجات كتير جدا زي الميشن، الفيجن، الفاليو، الاوبجكتيف، سوات انالايز، الاكشن بلان، حاجات كتير جدا. بس احنا النهارده هنتكلم عن اربع حاجات بس، هما الميشن، الاوبجكتيف، سوات انالايز، والاكشن بلان. نبدا بالميشن، والميشن دي حاجه بسيطه جدا. انت بتجاوب على سؤال انا ليه عامل الشركه بتاعتي. واخدين مثال النهارده معانا شركه ابل. شركه ابل في الميشن بتاعتها بتقول according to investor relation questionnaire in 2010, Apple's mission statement is comprised of the following information. Apple designs Macs, the best personal computer in the world, along with OS such as X, iLife, iWork, and professional software. Apple leads the digital music revolution with its iPod and iTunes online store. Apple reinvented the mobile phones with its revolutionary iPhone and App Store, and has recently introduced its magical iPad, which is defining the future of mobile media and computing devices. باختصار شديد جدا، ابل بتقول ان هي عملت استفتاء، لقت الناس بتقول ان هي بتحقق طفره في مجال الكمبيوتر عن طريق الماك اللي عملته، في طريق المزيكا، او ان هي بتقود عالم المزيكا عن طريق الايبود اللي عملته الاي تيونز والاين ستور. عملت طفره في مجال الموبايلات، ان هي عملت الايفون وده يعتبر ثوره مش طفره، وان هي عملت الايباد و و و و وان هي كده حققت الميشن بتاعتها اللي هي كانت ان هي تعمل طفره او ثوره في مجال التكنولوجي وابتكار حاجات جديده ما كانتش موجوده عند حد قبل كده. وبكده نكون خلصنا الميشن. ننقل بعد كده للنقطه الثانيه اللي هي الاوبجكتيف. الاوبجكتيف دي اللي هي الاهداف بتاعتك او الحاجات اللي انت حاططها لنفسك، التارجتس اللي انت حاططها لنفسك اللي هتحققها في فتره معينه، بتكون فتره قليله تتراوح من 3 ل 5 سنين كحد اقصى، وبتكون عباره عن جمل انت بتحطها لنفسك تمشي عليها او تحققها في وقت معين. والاوبجكتيف معانا بشركه ابل هي قالت او الاوبجكتيف معانا picking the right type of innovation for the company، اختيار النوع المناسب او الامثل للتكنولوجي او للابتكار في الشركه عندها. نيجي بعد كده الاوبجكتيف تاني give innovators room to think، ودي حاجه مهمه جدا ان هي بتدي مكان او بتهيئ المكان المناسب للمبتكرين ان هم يقدروا يفكروا ويبتكروا حاجات جديده مش موجوده قبل كده، ودي بتبقى حاجه مهمه جدا في اي شركه. بتيجي الحاجه اللي بعد كده invest like a venture capitalist، بمعنى ان انا هستثمر زي اي راس مالي مغامر، مش هيفرق معايا الفلوس، ان انا اهم حاجه ان اللي هو عندي الابتكار. بتيجي الاوبجكتيف اللي بعد كده spread innovation the innovation wealth، بمعنى ان انا هقدر اوزع ثروه الابتكار على الناس كلها. انا لو وزعت ثروه الابتكار ان انا كده هحفز الناس ان هم يبتكروا ويقدروا يعملوا، يبقى كل واحد موجود هو مبتكر في حد ذاته، مش هيستنى حد يبتكر وهو يا دوب يستنى. بعدين النقطه اللي بعد بقى اللي بعدها make everybody responsible for innovation، دي زي ما كنا بنقول دلوقتي ان هي هتخلي كل واحد مسؤول عن الابتكار، مش مجرد يستخدم حاجه انه غيره ابتكرها وهو يكون مجرد يوزر. وبكده تكون الاوبجكتيفز خلصت معانا. دي كانت الاوبجكت بتاع شركه ابل. ننقل للنقطه اللي بعدها، ونقطه مهمه جدا هو السوات انالايزز. سوات انالايزز بيكون معانا بالشكل ده، بيكون متكون من اربع خانات بالشكل ده. وسوات هي كلمه اختصار ل اس السترينث، W اللي هي الويكنس، او opportunities، والتي الثريتس. وبتكون متقسمه بشكلها هنا النيجاتيف، البوزيتيف بيكون تحت الاكسترنال، فوق الانترنال. لما بتكون حاجه بوزيتيف وانترنال بتكون هي السترينث، وتبقى زي الادفانتجز المميزات، ايه المزايا اللي عندي في الشركه بتاعتي. بتيجي النقطه اللي بعدها وات يو دو ويل، انت بتعمل ايه بشكل جيد او بشكل امثل. بعد كده يو ريسورسز، المصادر اللي انت بتستخدمها اللي هي بتساعدك ان انت توصل المنتج بتاعك او الخدمه اللي انت بتقدمها. النقطه الاخيره في السترينث اللي هي بتبقى الفيزبل سترينثز تو اذرز، النقاط القوه الواضحه للناس واللي الناس شايفاها ان هي نقطه قوه عندي. بنيجي للحاجه اللي بعد كده اللي هي الويكنس، ودي بتبقى حاجه انترنال بس نيجاتيف عكس السترينث. بتجاوب فيها برضو على الاسئله دي، لان هو السوات بيبقى عباره عن اسئله انا بجاوب عليها. الاسئله اللي بسالها في المربع الخاص بالويكنس اللي هو بتبقى وات كود يو امبروف، ايه الحاجه اللي واقع عندي وانا اقدر اطورها، دي انا بقدر، دي انا بس يعني بحسبها نقطه ضعف مش نقطه قوه. بتيجي بعد كده وات يو دو بادلي، انت بتعمل ايه بصوره سيئه او مش بصوره كامله، مش بصوره مثلى زي ما كنا بنتكلم في السترينث. بتيجي بعد كده الحاجه الاخيره او اخر سؤال بساله لنفسي في الويكنس، وات شود يو افويد، ايه الحاجه اللي انت تتجنبها علشان مثلا ما تخسرش او ما تقعش تثبت نفسك في السوق وهكذا. بتيجي الحاجه اللي بعد كده تكون اكسترنال وبوزيتيف، بتبقى الاوبورتونيتيز بتبقى حاجه ايجابيه بس خارجيه مش داخليه في الشركه. بتبقى وير ار ذا جود اوبورتونيتيز ان فرونت اوف يو، ايه الفرص الكويسه المتاحه ليك ان انت تستخدمها او تساعدك في شغلك.
السؤال الثاني بيبقى what are the interesting trends you are aware of، بمعنى ايه هي العلاقات الجيده الخاصه بيك او شبكه المعارف بتاعتك اللي بتساعدك ان انت تقدر توصل المنتج بتاعك او تساعدك في الانتاج او اي حد هيقدر يساعدك من خلال شبكه معارفك بيكون هنا في الاوبورتيونيتيز او الفرص المتاحه ليك. بنيجي لاخر مربع معانا بيبقى external خارجي بس نيجاتيف، وهو عكس الاوبورتيونيتيز اللي هو الثريتس او التهديدات. التهديدات عندنا تبقى الاوبستكلز يو فيس، المشاكل اللي بتواجهك، الكومبيتيشن لوسز او اللي هي خسائر المنافسه، بعد كده تشينجينج ان تكنولوجي، تغير التكنولوجيا، بمعنى انا شغال على رتم معين او على رينج معين في التكنولوجي، جه حد من المنافسين على الريتم ده او الرينج ده سبقني في التكنولوجي، فكده ده بقى بالنسبه لي تهديد بيهددني ان انا مش هقدر اكمل. بتيجي الحاجه المهمه والاخيره جدا اللي هي الديبت اور كاش بروبلمز، الديون او السيوله او التمويل في حد ذاته دي مشكله كتير من انا بيقع فيها، وده هو الشكل النهائي لسوات اناليسيس. بقدر ان انا اسال نفسي الاسئله دي، بروح مطلع سوات اناليسيس خاص بالشركه بتاعتي. بنيجي بعد سوات اناليسيس اخر حاجه موجوده معانا النهارده اللي هي الاكشن بلان. الاكشن بلان دي حاجه سهله جدا، هي بنستخدم فيها الاوبجكتيفز اللي احنا شرحناها من شويه. بنجيب الاوبجكتيف نفسه مثلا زي ما كنا بنقول، هنقول مثلا picking the right type of innovation for the company، بنروح حاطين الاوبجكتيف ده، هنقول مين اللي هيكون مسؤول عن الاوبجكتيف ده، مين اللي هينفذه، بنحط له تايم معين هينفذه مثلا في شهر 6 لسنه 2014 مثلا او اي رينج معين، مش لازم الوقت ده مش لازم ياخد شهر، ممكن في اوبجكتيف مثلا ياخد سنين. بتيجي بعد كده الحل الاستاتس، انا وصلت لفين في الاوبجكتيف ده، انا محتاج مثلا فلوس، محتاج دعم، محتاج تطوير، محتاج ده الاكشن بلان. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن الاستراتيجيك بلان اللي اتكلمنا فيه النهارده عن الميشن، الاوبجكتيف، السوات اناليسيس والاكشن بلان.